تخيلوا معي دباب وقرى وجبال وطريق طويل ومزيج ما بين ثقافات وطبيعة، لا قيود ولا خطة محددة، فقط أنا وياكم وبنشق طريقنا مع الرياح إلى حدود الصين. السلسلة هذه بتكون مقطعين بالأسبوع، كل يوم أحد وأربعاء الساعة 8 بتوقيت السعودية. لذلك أصدقائي صديقاتي، تفضل خذ ذاك أنت وياه ومشينا نعيش الشعور كرحالة. يازن الصدفة الغريبة تشتغل في السعودية الحين. يا أخي تخيلوا معي كذا الصباح. هلا. نو 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 ليلي كف علي. عيا خلينا ندخل. قال اقول والله لا تجيب اللي وانفضك. شوف شوف سويت. يلا حيهم جميعا. هلا وغلا ومرحبا نورت المكان. انا احمد الشمري صانع محتوى ورحاله من السعوديه، مسافر على مدار ال 24 ساعه بشعار كن على ثقه بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا. وخليكم مع المقطع. طبعا الحين بنطلع نشوف موضوع الدباب، نبي نشيك على الدباب ومنا بوريكم الدباب اللي راح ناخذه ويصير هو شريك رحلتنا ان شاء الله. تشوفون الدباب اللي هناك، هذا اشهر دباب تشوفه في فيتنام، الهوندا ويف. يا ناس هذا يحملون عليه شنط، فحنا مخيرين ما بين هذا الدباب وفي دباب ثاني، اما اني اخذ الدباب الصغير او الدباب الكبير. اخيرا راح نطلع من جو المدن وندخل في الطبيعه، هذا اكثر شيء متحمس له بفيتنام. يا ناس واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلتني اجي فيتنام المسار هذا اللي راح نروح له مع بعض ان شاء الله. وصلنا للمكان، بدخل الحين اسولف مع الرجال ونختار الدباب ان شاء الله. ما شاء الله يا الدنيا امطار، تخيلوا بس اليومين هذه فجاه صارت تمطر في كل مكان. بسم الله، مستعدين يا اصدقائي لرحلتنا. طبعا مو هذا الدباب، الدباب اللي ورا. خلينا نربط الشنطه. تخيلوا نزلت الشنط حق، ايوه بدينا بسم الله. تخيلوا نزلت الشنط حقتي ثنتين الكبار وفقط هذه شنطتي. وين نزلتها؟ نزلتها في الهوست اللي انا كنت دائما انام عندهم، فعنده كذا مثل خزانه وفيها كاميرات فاقدر اضمن اغراضي. نزلت كل شنطي عندهم. بسم الله الله اني متحمس. طبعا الحين الخطه نبي نحاول نطلع قبل زحمه هانوي، لانه هنا الزحمه شيء مو طبيعي، وعلى طريقنا بنخمط لنا كذا سندويش بيض لانه ما في مطاعم حلال كثير، فيعني بيض يمشي الحال. اوكي بنقلب صيصان ولكن الحمد لله. طبعا نربطها كويس عشان ايش؟ ما تطشر بوكسراتي بالطريق فجاه اطلع تندب بتنام فكونا. خلوني بس اعطيكم توتوريال على السريع. هذه الشنطه الصفراء اللي انا قلت لكم فيها كل ملابسي وكل حوستي، ممتاز. هذه الشنطه الصغيره فيها زيت وفيها قطع تصليح لو لا سمح الله صار شيء. ليه؟ لانه الدباب هذا مو باي مكان يتصلح، بعكس دباب الهوندا ويف اللي هو هذا الصغير، نفس كذا او نفس كذا. تشوفون طبعا الرحله هذه انت مخير بين اثنين، اما انك تاخذ مثلي الدباب هذا، انا افضله بصراحه وترى يوميته خذيته ب 63 ريال بس، فيمديك تطلع يسمونه اوف رود يعني برا الطريق الرسمي، تبدا تطعس وتحوس، او انك انت تاخذ الهوندا ويف. ولا يغرك هذا والله يشيلون فيه اشياء الفيتناميين، يا ناس يشيلون كراتين وملابس يركبونه اربعه، ترى مجنون والله، ويعتبر سيمي اوتوماتيك فيمديك تطلع فيه بالجبال، فهذا يوميته ب 23 ريال. اوه ليش ما اسويها؟ اوه والله جتني فكره حلوه. ساتر يبي لها دراسه الموضوع. واحد من الاشياء اللي انتم ما تعرفونها عني، ترى كل ما اوصل دوله كنت دائما اجر دباب. اول شيء كنت اجر دبابات صغيره مثل خايس ذاك، عرفت؟ وبعدين اشق طريقي بالدوله. انا احس ان لما تطلع على دباب بدون خطه بدون اي شيء وتروح كذا بس تمشي تروح كل مكان تستكشف الدوله صح، فهذا واحد من الاشياء اللي كنت احب اسويها، فقلت ليه ما اسويها معاكم. حصلت المحل هذا مفتوح وحصلت عندها زين شاف. يا حلو يا اخي الفيتناميين، حصلت عندها بيض وحركات، فطلبت لي بيض وطلبت لي عصير تفاح. يا ناس ترى الكراسي الفيتناميه صغيره مره. السلامات. يعني ما شاء الله اذا انت ربي معطيك خير وعافيه ما انصحك تجلس في الكراسي هذه ابدا، او حط كرسيين. والله العظيم تصدقون تامنون بالله الجلسات هذه الفيتناميه اللي برا بالشارع مره اسطوريه، اغلب الاوقات احب اجلسها، اما اني اشرب قهوه. القهوة الفيتنامية هنا مرة حلوة. وعلى فكرة على طال المسار خلينا اشرح لكم مسار حقنا، وعشان تفهمون المسار وتكونون معي بالصورة، راح نبدأ باتجاه الشمال من مدينة هانوي إلين ما نوصل إلى حدود الصين، وبعدها بنغير المسار إلين ما ناخذ لفة كاملة على الشمال وبعدها نرجع إلى هانوي مرة ثانية. فمثل ما شفتوا هذه فكرة المسار، أبي أمشي أنا وياكم ما أبي أتوقع شيء، أبي نطلع ونستكشف، نبي ندخل كل شيء قدامنا، كل ما نوصل مدينة نقول أيوة وش عندك المدينة، إلين ما نلف اللفة هذه كلها ونرجع هانوي. والله الكراسي بلشة، تحس كذا ما أدري مقاس ولادي ذي.
وين بيضي؟ ثانك يو كامون. اذا ما تدرون قلت لها بالفيتنامي يعني هي شكرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الارض ولا في السماء والسميع العليم. دائما احب اقولها قبل اكل يعني لو لا سمح الله فيها بلا عرفت عشان ما تسمم بالطريق الواحد يتوهق. والله لذيذة والله. اعتمدوا خبز البان مي، البان مي اللي هو خبز الباجيت الفرنسي، اعتمدوا الاكله هذه والله العظيم تفك ازمه. ما شاء الله بدت ترش. بسم الله. اسمعوا ترى الدباب سميته، بعد شوي بعلمكم اسم الدباب. شوفوا نبي نختار الاسم انا وياكم بس انا مبدئيا سميته. بسم الله على بركة الله. تخيلوا من اليوم قاعد تمطر، ما ادري تقل عاصفة ما ادري ايش صاير، سبحان الله يوم اني خلاص مشيت. ولكن اشو وقف المطر شوي يمدينا الحين نعيم. ايوه بدينا كلاب. تكفى تكفى يا حبيبي. لا 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 اشو انا سنة صراحة اللي ماضي مع الكلاب دايما يلحقوني. اذا كنت اسوي هايكنج دايما يمشون معاي، اذا كنت راكب دبابات يلحقوني. انا تقريبا طلعت برا مدينه هانوي ولكن انا لسه في مدينه صغيره قريبه منها قاعد احاول اطلع ولكن شوي شوي. يا الله انا تولي اقول بسم الله. احب اللي هو الطرق الصغيره كذا. انا شوف تونا قلنا بسم الله لسه ما طلعنا برا المدن حصلنا قموسه. هذا احلى شيء بفيتنام تشوفون، مع انه تونا بدنا نطلع من المدن على طول. شوف شلون الطبيعه كذا جنبك، شيء مره حلو. بدور لي مكان اعبي بنزين بس الى الان ما حصلت صراحه على طريقي. يا سلام. اوه والله شكله محترم بعد، ياشر لي يقول لي تعال من ورا. الو زين شاء نفولها. هذه المفروض انها 13 فل. يس المفروض انها 13 لتر. اوه كانت فل هي. اوكي 70 عبالي 3 لتر بس كان فيها بنزين قبل. عموما هذه ما تحسب لانه طلع فيها بنزين فنرجع نعبيها بعدين عشان نشوف كم بالضبط الفل حقها. والله صراحة حماس انك تصور وتسولف بالدباب، انواع البربرة. والله ممتع. تشوفون مع انها مدينة صغيرة الا انها ما تعتبر مدينة، حتى محافظة يمكن صغيرة كذا، الا انها والله مضبطينها، حاطين لك تنين هناك، حركة جميلة. شوف شوف اقول لكم، شوفوا الدباب هذا الهوندا ويف، تشوفون ما شاء الله شو محملة فيه، شيء مرة مرة. شوف شوف شو محمل عليه ورد. حاط له شترتين قاعد يسقيها وهو رايح. الفيتناميين والله العظيم راح يغيرون مفهومك بالفيزياء. ليش؟ لانه طريقتهم كيف يحملون الاشياء على الدباب اسطوريه اسطوريه مره. اول مصيبه في الطريق بنشرنا، اضطريت انزل شنطتي في محل قريب من هنا عشان كان مره ضغط على الدباب، وقعدت امشي لين ما وصلت الرجال هذا، فقعد اغير الحين الكفر واضبط الامور ونكمل طريقنا. طبعا مثل ما انتم عارفين السفره بدون مشاكل ومصايب ما تسمى سفره، هذه متعتها. جايني فضول اشوف كم السعر بالضبط. طبعا طلع لي اياه، طلع مسمار شوفون هذا المسمار. طبعا طلع هذه فيها طلعت فيها مصايب كثيره لانه الدباب اصلا قديم عمره 4 سنين او شيء. قلت خلني ابغى اغيرها، طلعت علي 140,000 بس. ثانك يو كم اون. خلوني بوريكم المفاجاه، خلوني بوريكم الشرايط قبل ما امشي من هانوي عشان حلاوه، عشان نقدر نعطي الصغار اللي بالقرون كذا نوزع عليهم انا وياكم. في طريق من هنا حصلت كذا مفرق جسر يختصر علي الطريق تقريبا ابو 15 دقيقه 20 دقيقه، فقلت خلينا اجي اشوفه. طلع شوفه من وين يدخلني من هنا. يا عمر يا جيد بالسيكل. في جسر ثاني هنا حصلته انا. ايوه وين 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 يا عمر يا الطبيعه يا لبي. هذا لسه ما وصلنا الشمال، تونا قلنا بسم الله. لحظه المفروض اني انا فوق الجسر. شوفوا هذا المحلي باليوم يروح ويرجع عندي يناظر لي يشوفني عندي مشكله ولا لا. شوفوا يا زينهم يا اخي يا عمري هم. شوفون جاء رجع. يا حلو
لا لا اوكي يا ثانك يو يا عمر يا ولي زين بتقطع بسك خدوده. والله ماش الامطار والرذاذ كذا قاعد يخرب الكاميرات يعني ماني قادر اصور زين، ولكن شوف انا وين وصلت هنا واحاول اني انا اطلع فوق الجسر اللي هو هذا الجسر فوق الجهه هذه، بس ماني عارف شلون اطلع. يس يا ايفرثينج جود يس اي وان تو جو اب اب يس اب او وايت اه اوكي يلا يلا ليتس جو يا اي نيد تو فلاي تو ذا بريدج. يلا قاعد اقول احتاج اطير فوق. يبي ياخذني قال لي بوديك شلون تطلع الجسر. شوفون هذه ميزه المحليين بالذات بالقرى، من يشوفون سائح واقف؟ تذكرون لما قلت لكم اذا شافوا سائح واقف يوقفون عنده على طول. ان شاء الله تكون زين المويه مع سكوتر الكهربائيه. لايك ذيس يس يس اي جيت ثانك يو كم اون. ان شاء الله الايام الجايه راح اكون سبقت العاصفه وتهجد الامطار فيمدينا نصور ان شاء الله ونبدا نمخمخ انا وياكم، بس الحين والله قاعد اعاني بموضوع الامطار ماني قادر اصور زين، حتى ما ادري تخيلوا قاعد اسولف وما ادري تسمعوني زين ولا لا. شوف شلون المكان يا عمري، كلنا معانا سفر حقت القطه هذه الاكل. كلنا غرقانين مويه. حلينا شوف معانا سكوترات رايحين مدرسه مدري وين ولا طالعين، شوفوا ما شاء الله وين عايشين. الحين المطر صار رذاذ، عرفت الرذاذ بس اللي يحجب الكاميرا. يا حلوكم الله، والله مكان مره اسطوري. عشان اوريكم اللي قاعد اشوفه طول الطريق، ممتاز تخيلوا كل ما اكمل. طبعا الحين شوي هدوده الامطار يمدينا اصور لكم على السريع، شوفوا بالله تشوفون تخيلوا طول الطريق انا قاعد اشوف كذا، وللحين ما رحنا القرى والشمال. شوفوا بالله حتى شوفوا يا زينو شوفوا قاعد يشتغلون داخل هناك في الحقول على مد بصرك كذا، ولكن سبحان الله صادفت امطار بوقت المطر ما يوقف كذا، قعدت 4-5 ايام قاعد انتظر المطر يوقف ما وقف. لو تفكرون فيها من جانب ايجابي مطر وطبيعه كذا يا الله، ما عندك خطه محدده فقط انت والدباب وطاير ما تدري وين بتروح بالضبط. سنجا وش الطريق يا عمري، ما تروح خلاص وش الطريق تونا قلنا بسم الله ما شاء الله. بوريكم اللوك حقي، لا والله لا تشوفون تشوفون ايه تحسون اني باتمان. طول مع وسط المدينه. طبعا احنا الحين موجودين في قريه، ترى قريه بالطريق كذا يشطفها الطريق العام، يعني هو ما يعتبر طريق عام يعني انا داخل طريق قرى. طبعا تقدر انت تمشي في مسار عام يعني شارع رئيسي وتقدر تدخل بين القرى، انا افضل انك تدخل بين القرى بصراحه. تنشاف اوه هنا مدرستهم في ناس عندهم عرس هنا عندهم عرس يا عمري. شو هذه سيارة العريان هذا يقول امي مدري ايش عرب، شكل امه كانت تشتغل هنا. والله عزمونا والله، قال لي تعال داخل مدري عرب مدري ايش وبدخل بيته بسم الله. خل نشوف. هلا زينشا، هلا هاي هلا زينشا يا حبيبي، لو عزموني على شاي كذا وانت تمشي فجأة يعزمونك. يا حبيله يا اخي، جيت هنا ابى اشوف سالفه العرس، جاء نداني ودخلني قال عرب مدري ايش، قلت له انا عرب وجاء دخلني هنا.
تاكل ملتحقه. ها انا تويلا احمد احمد طلبة لذي تويلا بان بان تويلا احمد على اسمي احمد بان طلبة زي شبلام هاي شبلام هاي سينشاف. تعلمت كم كلمة عشان أقدر أسولف مع المحليين. سألته أنا وش اسمك؟ أنا اسمي أحمد كذا رتا قاعد يوريني. يا زينة يعلمني عندي يو 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 جود. كان هنا يقول لي كان عمره 24 سنة بالصورة هذه. تويلاي أحمد تويلاي أحمد يس تنبالازي أنا في سعودي. أنت في سعودي. أنا في سعودي. أوكي ما شاء الله عربي يس أيوة سعودي. أنا سعودي أنا فروم أنا من أنا سعودي عربي أيوة. وين شغل وين شغل يتذكر نين شغل اثنين سنة وين رياض دمام رياض رياض اثنين سنة. أنا كلام ما في كلام كثير ما في كلام كثير شويه شويه يا زين هذه كانت تشتغل بالرياض لمده سنتين. شوف الصدفه الغريبه انا قاعد امشي بالقرى والله ما دريت. هذا مين هذا بنت بنتي هاي بنتي ولد هذا اوكي طلعت صح علي. هذه بنت الشخص اللي كان جالس معي هنا. انا اروح هاي جان حلو يا اخي الله رهيبين. واحد انت في واحد يس واحد بس واحد طلابازي شويه كلام فيتنام شويه هلا سينجا يازن. الصدفه الغريبه تشتغل في السعوديه الحين بنمشي يلا باي باي ثانك يو كمان ثانك يو باي 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 ثانك يو يا زين يا اخي وش ذا يا ابشر والله ما ردك. عطاني الكيس يا اخي بالله تشوفون تلوموني بالفيتناميين. ثانك يو باي ثانك يو باي باي. يا عمري وش اللي طحت عليهم ذولي تشتغل بالرياض يا زين والله شوف الصدفه الغريبه. والله شيء مرة حلو مرة حلو الحمد لله الحمد لله. يا هي المنظر تخيلوا شفت المنظر هذا قلت لازم تشوفونه معي. شوفون هناك يشتغلون هناك تسمعون عندهم خيول هناك هناك عندهم خيول تشوفون المكان مرة مرة حلو مرة مرة حلو. انا باقي لي الحين تقريبا 9 دقائق اوصل البحيره وبعدها نشوف موضوع السكن. البحيره فيه عندها سكن كثير يسمونه جيست هاوس ما يكون يعني فندق جيست هاوس تعيش مع عائله يعني عوائل فاتحين بيوتهم يستقبلون الضيوف. صغير جلطة لي حيوان والله اني ما اعطيك حلاوة ولا اوريك عجايب لي حلاوة والله ما اعطيك يا حيوان جلطني. يا لهو يا 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 ده 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 شو شكل الجبال هناك. يوم بيوم بتشوفونه قدامكم طلعنا من هانوي وبنلف في الشمال كله ونرجع مع بعض. هذا اكثر شيء محمسني للسلسلة ابي احس كذا مرة اني قريب لكم. يا الله يا الجمال والراحة النفسية الهواء نظيف نظيف كذا ذرات الاكسجين صدق ترقص كذا في المريء تتمشى والله نظيف. لازم اعطيكم موال اسمحوا لي بالله. هلا سينجا يا زين انبسطت اني اتكلم يا فيتنامي. ايش تحسبيني يا حبيبتي شكل ما لحقوا علي بكوريا ولا اليابان ولا الدول اللي قبل. هاي كم زمينا غذيت العالم. البحيرة
الله جميلة هذه، ما راح اصور البحيرة، نخليها بكرة ان شاء الله. للحين قاعد ادور لي سكن، وقلت خلينا نروح قدام. يا الله شو البيوت هذيك، خل نروح هناك. شوفوا حصلت هذا السكن، حصلته في جوجل ماب اللي هو هذا المنظر. جيتكم يا الربع، يا ربي يا زعتر، الربع ما جاكم تسجيل دخول. عيا خلينا ندخل. قال اقول والله لا تجيب اللي وانفضك، شوفوا ايش سويت. شوف كان غسلك شوي، نظفك انت من وين جاي انت. فضحنا عند الفيتامين داخلهم طين. ان ابونا نظفني. اسمعوا برجع لكم اول ما انزل اغراضي واضبط الامور، لاني مره وسخ. خذيت شاور وعينت من الله خير، ولكن قبل ما نستكشف المكان ابي اصلي، لانه حاولت اصلي بالطريق ولكن كثره الامطار ما قدرت اوقف، فاضطريت اني وشو اجمعها العصر والظهر مع بعض هنا في المكان. خلوني الحين اوريكم سكننا المتواضع. دبابي وقفته هنا وعينت من الله خير كذا اول ما تدخل. ممتاز. اوه لحظه، عندهم خريطه هنا. احنا وين؟ هذا خريطة بس بالمنطقة هذه اتوقع. المهم وكذا عندك اول ما تدخل هذا المنظر كذا قدامك. طبعا في واحد اجنبي بس معي هنا. شوف المنظر، شوف ويا المنظر. تخيل كذا تصبع على ذا المنظر كل يوم. لا الحين الدنيا غيوم، يعني بكره في امطار واتوقع بعد بكره في امطار وبعدين ممكن يخف الجو. هذه الجلسه هنا، وعندنا جلسه فوق. خلوني اوريكم فوق واوريكم الغرفه وبعلمكم واحده من الاشياء المره حلوه في فيتنام. هنا الغرف، هذه غرفتي، هاي الغرفه تمام. طبعا في مكيف ومروحة. المروحة يمكن تستغرب ولكن أكثر شيء أنا أحبه في أي غرفة. ليش؟ لأن المروحة أقدر أنشر فيها سراويلي وشرابات والجزمة وأنت بكرامة. ترى والله مرة مهمة، أدري الناس ما تفكر فيها ولكن والله مهمة. وهنا عندك سيفتي بوكس لو أنت عندك أغراض تبي تحطها، يعني ما تبيها تنسرق. أنا P1 فأنا هذا حقي واحد، وأصلا يعطونك قفل للباب يعني عموما. خلوني أوريكم واحد من الأشياء الحلوة هنا في فيتنام. شوفوا أنا بقرية وبعيد هذه البحيرة. هذه البحيرة، أنا بقرية وبعيد صح، مع ذلك في شيء. طبعا أنتم بكرامة تشوفون هذا أهم شيء في كل فيتنام موجود. يضحك علي يقول إني كل شوية أصور نفسي، فلما يدري لو أني ما نزل ذبحتوني. طبعا أوكي أدري هذه متعافطة وحالتها حالة، تحس كده تقلب قرع على الكتني ودافلتني، ولكن برد فاكر نلبسه شوي. المهم إلى هنا وصلنا نهاية المقطع. اليوم نبي ننهي اليوم إن شاء الله، هم الساعة تقريبا 7 أو 8 بيحطون العشاء. الحلو في الأماكن هذه بإمكانك تقول لهم إنه أنت ما تاكل شيء، يعني طبعا موضوع الأكل الحلال هذا صعب هنا مرة صعب، فأنت وش تروح للخيارات النباتية أو إنك تاكل نظام رز وبيض لما ربك يفرتها يعني. الساعة 7 راح يحطون العشاء وبعدها ناكل ونعين من الله خير ونحط راسنا وننام. ومن بكرة الصباح بإذن الله راح نبدأ تصوير مرة ثانية، نبدأ نستكشف البحيرة والمنطقة هذه وبعدها نكمل طريقنا إلى نكمل مسار يعني. يا اخي تخيلوا هذا المنظر كذا الصباح، توك صاحي مفتح عيونك وجهك كذا كله ريش مخدات، تطلع المنظر هذا كذا قدامك تحت سقف قهوه عشان وش مخمخ كذا نص وسط الطبيعه، جنبك حقول، قدامك بحيره، ما في تلوث، ما في اي شيء، قمه التلوث دباب صغير يمشي بس. هذا التلوث عنده هنا. والله يا ناس اتمنى انه المقطع عجبكم، لانه قعدت اعاني وانا اصوره، لانه تخيلوا طول اليوم تمطر، ما وقف المطر الا يوم جيت المنطقه هذه قبل يمكن ربع ساعه كذا وقف المطر، ويمكن ترجع تمطر بعد. فاذا فعلا السلسله هذه عجبتكم، انكم انتم تعيشون التفاصيل يوميا بكل شيء، يعني فجاه الدجاج تهاوشون تحت. نفس التفاصيل هذه، لا تقصرون معي بالدعم، تكفون. ابي تفاعلكم بالكومنتات، ابغى احس فعلا ان انتم مبسوطين. واذا تعرف اي احد ودي يعيش الشعور معانا اسحبوا معانا يا اخي، خليه يجي يدخل قناتنا ونترحل كلنا مع بعض. نشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي اللي هو يوم الاربعاء. السلام عليكم.